التمر هو ما هوش تقدم سريع، هو تقدم كان مدروس، خدا منا فترة طويلة جدا من بداية العمليات العسكرية، كانت في مرة على عدة مراحل بنقل المعركة من منطقة إلى أخرى، بجر مجموعات فجر ليبيا إلى معارك استنزاف لهم في المقدرات المادية والبشرية، إلى أن تم استكمال بعض التجهيزات لاستعادة مناطق العزيزية ومنطقة السعدية وعلى مشارف الظاهرة والناصرية والعامرية لرجوع أهالي ورشفانا لمناطقهم. فكانت الأمر أخذ منا وقت كبير جدا. هل الدين الإسلامي أعطى للناس تخريب بيوتها؟ أعطى للناس تهجيرها؟ يعني قتل الشيوخ والأطفال والنساء ويهجروا؟ حقيقة أعمال بذيئة يقوموا بها هؤلاء الناس، هؤلاء المجرمين الخارجين عن قتل. في هذا ميدان الشهداء بعد المسجد اللي يعتبر لنصف فيها الإيطاليون مشنقة للمجاهدين في هذه المنطقة. هذه الطريق المؤدية من هنا على اليمين إلى الحي إلى منطقة قرية عمر المختار، وسندخلها ثم إلى الجبل اللي هو قمة الجبل اللي تسمى به اسم مدينة عزية قديما اللي هي الكدوة. نحن الآن في منطقة العزيزية الكبرى لتأمين هذه المنطقة من العصابات الإجرامية، وتم تطهير هذه المنطقة من قبل الجيش الليبي والقوة المساندة للجيش الليبي. ونحن الآن في منطقة العزيزية الكبرى، والآن نحن نتمشى قليلا حتى تنظروا ماذا فعل الجرذان العصابات الإجرامية بهذه الشعبية من تدمير وسرق المساكن من الشعب. هذه العمارات الآن مهجرين كل أغلب سكانها، بعضهم كان متواجد في هذه الشقق، ولما بدأ ضرب الطيران هاجروا وتركوها، لأن كان فيه رماية عليهم، كان فيه ضرب الطيران، ضرب المدفعية، ضرب عشوائي على السكان المواطنين البسطاء المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة. ضربهم. تحدثتم سيادة العميد عن طائرات ربما استخدام أيادي أجنبية في الموضوع؟ أتوقع هذا، لأن الطيران اللي كان يقصف فينا ليس بالطيران لفجر ليبيا، ولكنه طيران مستعار من دول أجنبية.
لأن الطيران حتى من شكله ومن دقته فهو طيران أجنبي ومؤجر وموجه لضرب الجيش الليبي. نكمل جولتنا إذا داخل الأحياء السكنية في منطقة العزيزية. هذه مدينة العزيزية من تبة الكدوة من أعلى الجبل، وتلاحظون أمامك المنطقة جنوب العزيزية، هذه طريق غريان أمامكم، ممكن المصور يطلع لطريق غريان جنوبا، هذه المدينة هذه طريق غريان والجبل البعيد اللي هي منطقة غريان. موجودين الان في منطقه العامريه بمنطقه اولاد جابر بمنطقه بوسافي، متجهين ان شاء الله الى مدينه الخفافيه والعامريه باذن الله لتحريرها من ميليشيات وفجر ليبيا الارهابيه التي قامت بتهجير اهالينا وناسنا. ونحب نطمن اهالينا في كل مناطق وكل ربوع ليبيا الحبيبه بانهم امنين بقدوم الجيش والقوه المسانده له، وباذن الله لم ينتصرون. والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، منصورين ان شاء الله باذن الله، باذن الله، باذن الله منصورين، الله اكبر، باذن الله منتصرين، وان شاء الله منتصرين نصر. الجيش الليبي الان في مشارف العامريه، ان شاء الله من نصر لنصر باذن الله يا رب. طرابلس ناصر للتحرير وطرابلس محرره ان شاء الله، والله اكبر على الجميع. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الرجال البواسل لواء ورشفانة المقاتل المنطوية تحت الجيش الليبي رئاسة الأركان، تمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى من تحرير عدة مناطق ودحر ميليشيات ما يسمى بفجر ليبيا. والحمد لله رغم الفارق في الإمكانيات، العدو يمتلك ترسانة عسكرية قوية جدا، ولكن بعزيمة هؤلاء الرجال تمكننا من تحريم وتحرير عدة مناطق من ورشفانة العامرية، أولاد عطية، أولاد صالح، ونحن الآن متجهين بإذن الله سبحانه وتعالى نحو عدة مناطق أخرى، رفافية، أولاد عيسى، غوت بوساق، وبإذن الله سبحانه وتعالى سننتصر على هؤلاء الأوباش الذين يتموا الأطفال، رملوا النساء، هجروا مدن وقرى بأكملها ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتصرنا عليهم، ونحن ودائما الحق ينتصر على الباطل، وبفضل الله سبحانه وتعالى. ونشكر، وفي النهاية أشكر قناة الشروق الجزائرية التي معنا في جبهات القتال، ونوجه لكم التحية. هذه المنطقة أمامكم اللي فيها الجبل هناك، هذه منطقة السبيعة خارج وشفان على اليمين.
الآن سوف نمشي مع قوات الجيش إلى الخطوط الأمامية التي تدور فيها أكبر المعارك، معارك الحسم كما تسمى، لدخول الجيش إلى العاصمة طرابلس. إذن كما ترون نحن في الساترة الأمامية، الجيش الآن يحاول الدخول إلى العاصمة طرابلس وبسط سيطرته عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جميع المناطق اللي تحت سيطرة الفجر ومنصورين بإذن الله. ولن يتوقف الجيش الا تطهير ليبيا بالكامل. الله اكبر ان شاء الله باذن الله راجعين لطرابلس باذن الله، وحنا لا عدونا لا جهه الشرقيه لا جهه الغربيه لا شيء، احنا عدونا اسلام التكفير يا تريس باذن الله جايين. وهبوا يا تريس ليبيا، نور يا خو. وين وليد؟ اسلام صوان وين؟ الله أكبر منتصرين، وإحنا الآن في منطقة الزهرة وخاشين اللي وشفانا بعون الله بقوة خاشينها وشفانا بدون انتصار بدون سفك دماء. نتمنى من أخوتنا اللي قدامنا أن اللي هذا يرجع لحوشة واللي هذا يشد مكانه، وما نبوش ننتقموا من حد وما نبوش ندمروا وما نبوش نحرقوا، نبوا اللي بين كل الخوت وكل انتمائنا واحد. ان شاء الله ربي يهدي نفوس يا رب ويحفظ دماء المسلمين. الله أكبر.
الله اكبر.